هادشي اللي كليك بعدا ولا غدويه؟ فهمت فهمتيني ومتفق عليه. قشبتك واسعه بزاف. المهم خلتها نور نزيرو شويه النار. هذا اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم ان اقول الحق وليس ولا شيء غير الحق. ولا شيء غير الحق. ايوا نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه ديال الضنينه والمتهمه ديالنا. اسمك الله بعدا حيت هاد السينه هادي راه بشكل ابتسام، ولكن قلت نقول الحق، ولكن حاجه وحده اونتر بارونتيز سميتو سينا بنت سينا ابتسام. ابتسام الوغ كي ضدي المتهمين وصلت عندكم راه ضدي لا فامي ديالي، ما بغونيش كاع، ماشي نكروني مي احتراماتي ما خصنيش تجبد نسبي، وهذا لان عائلتي محافظه الوغ ما نقدرش نقول بنت من ساخطين عليك ولا شنو فوالا. وقت فاش تطلق الفيديو قالت لي ماما ها ساختار ضحيديه واحد شويه، قلت لها رانا نحيدو ولكن راه ماشي راه داروا الناس اخرين الوغ ناس اخرين دواو معاها الجيران قالوا لا ياك هي ما فيهاش بلي اخرى الوغ قالت لهم راه ما عييت مع راه من صغرها وهي تتحماق على شي حاجه الموسيقى على لا دونس. في الاخر استعدت معايا ولات هي معايا وفي جنبي، ولكن ما تقوليش شي سميتها فوالا ماشي مشكل. وهاد السينه منين جبتيها؟ والسينه هي سميت واحد المدينه كاينه في مصر عزيزه عليا بزاف، والسينه راه ما كان مذكور في القران، والسينه تتعني جو سينيه ان شاء الله يعني بتنسيني. بغيتي تسيني السينه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ولكن مشيتي لمصر بلاد في مصر سميتها سينه، بيني وبينك يجوا علي انا نسميوك ترابوره احسن لك. واخا ما كاين مشكل ما كاين مشكل، ما باغياش الناس يعرفوا سميت والديك ماشي مشكل. قلت يمكن ساخطين عليك. شحال في عمرك؟ 23. مواليد 1990 شهر 9 26 بلاتي 1990 90 شهر 9 باقا جديده. فين زاديتي؟ زاديت في مدينه فاس. مدينه فاس الاصل صفرو. وي والاصل صفرو. كبرت في مدينه مراكش. كبرتي في مدينه مراكش، وفين عايشه وفين ساكنه؟ تنعيش ما بين فرنسا وتركيا كمضيفه في الطيران في ان سوسيتي خاصه. سوسيتي وي ديال الطيارات الخاصه ديال الجروب فوتبول ديال ان جروب تيدير لا ميوزيك. خدمت مضيفه في ليغوبور تركيا ودابا تنخدم مضيفه في الطيران، يعني ضروري عندي تنقل. شركه من جنسيه عندها هذه؟ شركه تركيه وعندها علاقه مع فرنسا بزاف. شركة تركية وعندها علاقة مع فرنسا بزاف. فوالا صافي تتعامل معاهم الوغ غير مع فرنسا. كما تنعرفوا كاين شي مضيفات لأن تيخدموا خاصات، يعني ماشي ضروري مع شي سوسيتي باسكو كاين لايغوبور كاينو الطيارات كاين دي سوسيتي العربية كاينة بلا ما نذكروا الإشارة. المهم هذه تركية مخلطة مع فرنسا كروازية بخيفي، يعني تتمشي أنت بخيفي مع أن كوبتيغ مع أن لافيو ديال فيها جوج الناس فيها ست الناس صافي هادشي وكان فوالا. خدامة ديالهم خدامة في الطيارة. اش كديري لهم؟ فوالا راه تتعرف شنو هي مضيفة في الطيارة واللي كذب عليك بيني وبينك السير دوان. مضيفة في الطيارة هي تتسر بيهم، بغى الماء بغى هذا تتقول له واش مرتاح الأكسجين. مضيفة يعني كلشي بخير ما فيك السخفة فيها فرملية فيها تتجفي تتنقي في الطيارة ونكذب عليك. فيها شي فلوس هادشي؟ وشوية 10000 درهم ولكن ما كافياش. 10000 درهم ما كافياش. قرية شي بركة ولا سينا ولا؟ بيان سور قرية، قراية قريت وباقا تنقرا فوالا قريت. عندك الباك بعدا دايزا؟ عندي الباكالوريا. انت دايزا مبديع واقيلا، الوزير راه ما عندوش الباك، عندك الباك مزيانة لله. والحالة العائلية ابتسام؟ الحمد لله الحالة العائلية ميسرة. لا خلينا من الميسرة، كنهضروا على واش كاين شي بعل، كاين شي راجل ولا والو؟ مزوجة باقا جديدة قلت أن أقول الحق، مزوجة وغادي نطلق. باش يحيدوا ديك بايرة مجوجة ما نحسوش من البايرين مجوجة غتطلقي. فرحان فرحان قوي. عندك سمعني سيدي القاضي الاخر يقول لي راك فرحانة باغا تطلقي وما يعطينيش حقوقي. مجوجة مغربي ولا شي واحد؟ نو مجوجة كاوري. كاوري منين؟ شنو جنسية عنده؟ فرنسي. فرنسي وغتطلقي؟ اه. علاش؟ باسكو علاش؟ نوم محلاش ما بقيتش بغيتو. صافي ما بقينا ما بقيناش بعد. بقيتي في الطياره؟ تزوجنا على سنه الله ورسوله، كان السيد الكونطخا بان من بعد عيسلام وهذا
شويه انا وليت مغنيه شويه تشهرت والناس راها مزوجه قاوري وهذا الوغ حسن نطلق منه ما نتفاهمينش يعني ما نفاهمينش والصلاه والنبي ماشي مشكل وهذوك تسريحون باحسان والمهنه لو انا نسمي المهنه ديالك شنو هي حاليا انا عندي دايره بزاف المهن عرفتي هذا الوقت بغات دير كما تنعرفوا المغاربه معروفه عندهم السبع الصناعيه كلشي يقول رزق ضايع لا انا ما تنقولش رزق ضايع ما ضيعش الوغ انا من النوع اللي تنبغي الفلوس بزاف ولكن ماشي بشي طريقه غير شرعيه يعني تنخدم وظيفه تنكتب اغاني ما عاديش نكر تنخدم في دي ديسكوتيك في دي ريستورون كمغنيه صوتي تنلق يعني بغيت فيلا بغيت كات كات يعني ماشي عيب بغيت بيت بيزنس يعني ما بقاتش السردوان مقنعاني مضيفه 10000 درهم الوغ فباغي رانا خايده حاشاكم ام ستوديو 15000 درهم واكلك وشربك تبغي تشري ان سبادغي 1500 الوغ صوتي الحمد لله عطاني الله موهبه صوتي تنغني به تناخذ به ديسو وحتى لا دونس حتى لا دونس واي تنشطح كتشطحي وكتغني واي واللي شطح ما يخبي لحيزو ما عنديش لاش نخاف نخاف من الناس وما نخافش من الله الوغ الله كاين هنا الوغ انا درتهم في دي فيديو وما خبيت والو انا هذيك هي هذيك هي السينا واش انت فنانه بيان سيغ ومعترف بيا ودوليا الله اودي شكون هذا مسخوط الوالدين اللي معترف اللي كنت اللي كنت في علمك من ابتدائي عندي شواهد تقديريه من رئيس الجمعيه سواء الابتدائي حي اداري مولي اسماعيل العودة السعدية المنصور الذهبي وبنت ومرت ولدرجة انني دوزت المسرح مع السي عبد الكريم برشيد وعبد المجيد فنيش اللي كنت في استطاعتكم تسولوه واستاذ الطالبي وكنت مع جمعية الانبعاث من كانت عندي 11 سنة الوغ عطاوني اتيستاسيون فيها 7 سنين ديال ارتيست انت دابا فنانة فنانة واللي ما عجبو الحال ينطح راسو مع الحال لا شي ماشي ينطح راسو يحاول يفهم شناهي فنانة ومن نيتك انك فنان لا وبزاف مآمنة انك فنان وسيدي القاضي شريت ان فيلا اه بصوتي وبغناي وبالفن وما عاديش تعترف بيا فنانة فيلا بشحال شريتها؟ شريتها ب 300 مليون نعاود حيد الماء من فمك وقول 300 مليون باش شريتي فيلا حيت انت كتغني بحال هكا كيفاش بحال هكا سيدي القاضي؟ مال هذا الفن هذا ممكن نغني لك انا دابا نتحدى اي واحد يقول لي انا ماشي صوتي زوين وما عنديش وما عنديش الصوت اعطيني شي مقطع يلا اه ودابا نيت دابا نيت الوغ تحب اللي بغيتي ونشوف انا واش غنتنغم بهذا الشيء ولا لا باش يحيدوا ديك التهمه ديال الباغيه وهما يسلموا ريوسهم يكفروني انا نو يلا قول لي وعلى الله تحن فيهم هاد الشونسون يلا قول لينا شي حاجه نشوف يا طيبه يا طيبه يا دواء العيانه اشتقنا لك والهوى نادانا سيت ما عجبك الصوت يا سيد القاضي ما غنشوفوا الجمهور هو اللي كيحكم انا لا بيني وبينك واش ما سمعتيش رنا ما سمعتيش كاين مقام لا انا غير سولتك ابتسام او لا سينا واش متاكده انك فنانه بيان سور لانني انا خدمت بدي ريستورون يعني ما تخدم في ان ريستورون كاين جيرو كاين بيبليك تيدخل وتيخلص يعني ريستورون ياكل ويشرب ويتفرج فيك وتتخلص فلوسك الوغ راه فنانة وفنانة كتشطحي ليهم واقيلا نو 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 كاين شي نو 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 كاين شي بلايص ما كاين فيها لا شطح لا والو الغنى والجمهور عجبو الحال وي حتى في تركيا وفرنسا وي وي صوتي زوين صوتك زوين وي واش غنقول لك الا صوتك زوين الحاله النفسيه ديالك نورمال زعما اشنو جايبه ما مسطيه ما حمقه ما مشرده وراقك انا جادور عرفتي داك الشونسون تيقول اي لوف بيبل ساي ماي ام كريزي عز عليا الناس يقول لي كريزي شنو هي كريزي يعني في بلدان اخرى من غير المغرب عندهم كريزي شي حاجه زوينه يعني حمقى يعني ولكن في المغرب كاسبطاتيت ولكن المغرب تيعقدو في المغرب كريزي خصنا نصيفطوك لبويا عمر بويا عمر جدي اصلا انت جبتيني جدودي تجيو من طرف ماما وسيد رحال ايوا دابا انا فهمت ليكن في علمكم سيد رحال راه هو ولد بويا عمر تيسرعوا الجن وهذا راجل رسول الله هذوك
ممكن عندي جن، وخلقنا الانس والجن ليعبدوا، كلشي عندهم جن. والله سينا اخنا عليك بالله وجاوبيني، انا غنسولك من الا الله الا الله. سينا عز على الله بزاف تخاف من الله. والله كل الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. انا غنسولك من نيتي وتجاوبيني من نيتك. أوي. ما سبق لك دخلتي سبيطار؟ ما سبق لك تشديتي في بويا عمر؟ ما سبق لك خديتي شي تريتمون ديال الحماق؟ ما عمر وقع لك هادشي؟ لا، ممكن اشاعه، ممكن تلقات على مصلحتي وانا كنت موافقه باش نقولها في واحد الفتره. انك مسطيه عادي، وغير هلا راه يعطوك الثقه، راه يعرفوها مسطي ويعطوك الثقه. المشكله مسطي وتابعينك، شوف اش دارت واش غدير. الوغ تنظن انا في هذا الوقت حاليا عندنا امراض نفسانيه وكل واحد كيتفسرها. الوغ يعرفوا سينا حمقى على الموسيقى والرقص الجديد والرديح، وكاين الحمق تيكمي مخدرات تيشرب الخمر. كاينه واحد الخليه عندنا في المغرب مساك الله يحسن العوان، وحتى انا راه معاهم، ماشي معاهم في طريقهم. حتى انا تنغني وتنشطح. الوغ يعني كلشي محرمينه يعني. الوغ ممكن انا حمقى على الرقص والغنى، ماشي هي حمقى على هادي وهادي وهادي. وفنانه من الفوق لا بغى الله. علاش لا عرفتي سينا؟ علاش انا من نهار شفت الفيديو قلت غنجيبك القفص الاتهام؟ علاش بغيت نسولك سؤال واحد؟ واش هذاك وجهك ولا قفاك؟ ها العار. انا سيدي كل ما درت هذاك الفيديو ما عادش تشوف هذاك هاد الوجه. ما توصلش ليك، ما توصلش ليا. لا والله نعاود. واش وجهك ولا قفاك؟ الوغ ما تنهضروا الفن سردوان، تنهضروا الفن. الفن راه ماشي غير غني وشطح، الفن راه كاين مسرح، كاين تمثيل، كاين كتابه، كاين ابداع، كاين تتشد ان تابلو تتبقى ترسم تتبدع وما تيفهمش عباد الله. الوغ انا من الضروري باش تعطيني انستاغ يعني تعطيني لونو، خاص الصوت، خاص ترقص، خاص تعبر، خاص تمثل، خاصك توصل. لا كانوا تيسميوه شي حاجه اخرى من غير الفن، راه هذوك ناس بوحدهم. خاصكم عندي ناس عندي ناس كيسميوه كيسميوه المسخ، تيسميوه اباحي، كيسميوه لا اباحي عاد نقيق يا شويه، كيسميوه داكشي زعما وبلا ما الراديو هذا ما نقدروش نقولوا فيه كل شيء. مسخ هذاك الشيء، مسخ هذا الشيء. باقي ما درت في الطاجين ما يتحرق وسموه مسخ. اويلي اش باغا ديري ها سينا؟ الوغ ما نكذبش عليك سينا، عادي تجي من دون هذوك اللي دازوا عندك في قفص الاتهام. ولا من صحفيين ولا ممثلين ولا حتى رؤساء، هاد الناس اللي بعدا اصلا اللي نقدونيش في دي كومونتير بيان سور ديالهم. اعمارهم ما تتراوحش ما بين 18 ل 26، ما عندهم حتى البكالوريا. ما تنظنش انهم حتى النقد، النقد في اونتر بارونتيز النقد يعني النقد. واش غينقدوا فيك؟ هما السب والشتم يعني، هذا ما تنسميهش نقد. انا ما عرفتش نلومهم وما عرضتش عليهم باسكو ما عنديش. دابا داك الفيديو اللي سميتيه فيديو كليب وخارجه من الدوش وشعرك ناشف. على ما كانش الانسان تيدخل الدوش يطرف راسه ودايره ماكياج، دابا نيت عادي ندخل الدم صايبه يلاه شعري، الو خصني نطرف من هنا لهنا ضروري. مزيان بصحتك بصحتك، هذا دليل. هذيك نيت مافي تندخل شاك جوغ خارج من تحت وشعري ما تنقيش. ومعك داك الزغبي، شكون هو داك اللي مليح؟ هذاك بوكوس، هذاك ما نجبدوش، هذاك هذاك السيطا، هذاك الدري تيحشم عنده اخلاق بغا يوصل. يا فينا والله الفن هذيك، هذاك السينما، هذاك الخدمه هذيك. ويلي الخدمه هذيك ونكذب عليك. دابا الا كان هذيك خدمه وفن وسينما والابداع، داكشي اللي كدير هيفا وهبي وننسي عجره. اخويا ما تقارنيش ما تشحرنيش بشي قبيله ما عنديش لا على صله لا في المظهر ولا في السيره الذاتيه ديالي. الوغ ما يقارنيش شي حد بشي واحد اخر. ممكن سينا ما قبلوهاش، ممكن سينا مسكينه ما عندهاش بروديكتور، ممكن درت الفيديو على قد الحال. الوغ سينا مغربية أول شيء، وثانيا من الشرفاء، من الناس الشرفاء وعندهم أصلهم، وثالث حاجة حياتي كلها 23 سنة الحمد لله بدروبي فرشت عزي، يعني بالعز فرشت دروبي، يعني الدروب ديالي أنا كلها. الوغ من حليت عيني حتى لدابا فرشت بالعز. الوغ ما يقارنيش بشي اسم اخر عالمي ولا صافي فلانه وصلت،
ما تنظنش انا داكشي اللي قريتو اخلاقي واللي درتو وجلتو ومشيت هنا والمدارس اللي دخلت هاي هادوك دازو منا ما تنظنش. ولكن ذاك الفيديو ماشي اباحي بصح دخلنا عليه. اه اباحي وماشي اباحي كيف ما بغيت انا عرفتي شنو هو اباحي. وادي 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 كيفاش ماشي اباحي كيف بغيتي انت؟ واخ سيدي القابرة اش نقول لك؟ سيدي وسيدك راسك. انا بنت انا بنت ماشي ماشي راجل اون فيت. متى تقول بنت عندنا الانوثة رانا هذيك هي هذاك الغنى ودوك الحركة انا هذيك هي راه ماشي تصنعت. واصلا التعبير تيطلب هذيك الاغنية خصك توصلها بهذيك الطريقة وعندنا المغاربة ما نعاودش لك تيحماقوا على شي حاجة فيها التعبير. التعبير ولا فيها العراء؟ اونتخ بارونتيز شاكيرة جابوها دو بيس قاع جامع فينا ما تنهضروش شكون اللي جابها لان داك اللي جابها على الشعب بغاها هادوك اللي صبوا في دي كومونتير ونهضوا لسينا ياك جامع فينا بهم من عامرة غير بهم هما شاكيرة شاكيرة اشكون شاكيرة اصلا عربي اصلا من لبنان. وعلا كتقارني راسك بشاكيرة؟ انا احسن من شاكيرة. ربي ربي واش من نيتك؟ تجيغ انا احسن من شاكيرة وصغر من شاكيرة وتنشط احسن من شاكيرة. لا كانت شاكيرة جاية من أمريكا مسكينة جاية سينا من بيس لوف من المغرب من الفقر الحقيقي يعني ما كاين منتجين ما كاين مساعدة ما كاين والو فرحانة. عرفتي شاكيرة دابا ما عرفت فين غتكون غتكون حست بشي حاجة في الحلقة ديالها تقول جبدوني في المغرب. لحياني الله وعطاني الله العمر شتوجو غاسردو أنا تشوفا فواغ. اصلا شاكير عادي تحيد الوغ كبرات سينا بلاصتها ماشي بلاصتها فوق منها. انا دابا نتحدى اي واحد مسؤولين يحطوها قدامي تشوف فوغ لا من الصوت ولا حتى من الاستعراض وحتى من الشكل ديالي مغربيه. لا والله الا عندك ثقة النفس زايدة ممكن هذا هو المرة. لا 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 ماشي عادك شي سولتك واش هذاك وجهك ولا كفاك سينا دخلنا عليك والله العلي العظيم. الوغ واش ما بغيتيش السيد القاضي وحده صريحه راه بكثره ما صراحتي راه كرهوني الناس حتى نعرف هذا الشيء. انا راه كنت في ليكول راه كنت الحرب عندي العالميه الخامسه. خامسه كاع. لا باسكو كنت في لانتيرنا اغلبيه الاساتذه الضي واغلبيه التلاميذ ما تيحملوا السينا. علاش؟ باسكو صريحه تنخرج عيني تنقول هذاك الشيء اللي كاين ما عندي علاش نتخبى علاش نكذب. ما عندك علاش تحشمي زعما؟ علاش بغيت نحشم الحياء من الايمان؟ الوغ الحياه انا تنعتبروا الحشومه في الافعال في التطبيق من اديش الطرف الاخر ولكن باش نهضر ونعبر كيف ما بغيت لان حريتي تنتهي عند حريه الاخر ما تنقصش حريه واحد اخر. هذيك عطاها لي الله حريتي وعطاها لي الوطن علاش ما محشماناش من داكشي اللي كدير؟ لا وفرحانه به ومفتخره به. علاش دول اخرى وناس نيت من هنايا شكروني استاذ الطالبي ديالي تنشكرو في هذا المنبر زيد اشكر اشكر هذا واحد اللي شكر كريم رشيد حتى هو قال لي زيد القدام الكاتب الكبير ديالنا المخرج من بعد الفيديو لا ماشي من بعد من قبل من ندير واحد الى شاف ولكن من بعد حتى الاستاذ سي الطالبي شكرني قال لي سيري كملي الله يسهل عليك استاذ بن فلاح فلان واش هادو كلهم ناس كبار ناس شخصيات ناس كبار هنا عرفتي ما تقول لك كبار ماشي هنا وهنا جميع المعايير اللي تخلي الانسان يقول هاد الناس هما نضربوا بهم المثل ديال المغرب شكروني وقول الله يسهل والله يكمل وما تنازلش وما ترجعش له وانا نتسنى انا ما عندهم شغل تيعانيو من البطاله تيشوفوا شي واحد يلاه بداو ما ضد النجاح تيكسروا الوغ انا عاودوا بالقوله انا نرجعوا ليها دابا هاد المغاربه كلهم اللي ما ماشي كلهم نو ما تنعممش ما كتعمميش انا دابا نيت في كازا تنتمشى تيقولوا لي سينا تيتصوروا معايا صافي ربي ربي تيجي اخو حق الله العلي العظيم هادو غير منافقين وانا نساعدك يا رضوان ونساعد الناس المسؤولين اللي بيعرفوا شكون اللي مزعزع المجتمع وشكون اللي تيدير الصرا من هادوك الوغ راه سبوا صحفيات سبوا ممثلات ديالنا اش ما تقوليش هاد الهضره تقولها انت ولا تيقولها هما انا جاي علاش ما تقوليش او الدين راه معدي على واحد الحاجه سميتها الغنى معدي يا عباد الله واخويا وقيلا واش هاد العالم كله كذب عليا فرنسا واسطنبول وحتى البلايص اللي كنت خدامه فيها مراكش هاد الناس اللي خدموني عيطوا ليا كنت غير مستوره ما كنتش نشطح غير الميكروفون تنغني اغاني شرقيه غربيه طورتي ها طورتي انا اصلا من صغري عزيز عليا شي حاجه اصلا كاسيات عاريات في نظرك هادوك اللي تيلبسوا الجلبه الجلالب وخارجين اللي في الزنقه تبارك الله كل وحده عندها
ما نعاودش لك الخير ديالها وغادا تتمايل والعدد اللي تيشوفها ماشي سيئه ماشي محرمه ماشي كاسيه عاريه. الوغ اشنا هو الفرق ما بين شروط وتجين؟ تجين مبين لي لاطاي ديالي ومذكوره في القران كاسيه عاريه. اللهم البس الشرط نوريهم نيت انا راه الليبو ديالي زوينه باقا قبالة. وما حشمتيش؟ ما نحشمش، علاش نحشم؟ لا هذيك بالله قتلت ذبحت ضربت شي حد؟ واش ضربك شي حد هذه المرة؟ لا 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 كذبوها، ما يقدرش يضربني شي حد، يقدر شي حد يقد على السبع. أنا دابا نيت خارجة شي واحد يقدر يقرب لي. سبع أنتِ؟ آه. بمعنى بالدارجة ديالنا شطماطة زعما. ما تتخافش، بنت الشعب جاية من 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 هذيك. عرفتي البصلة؟ اه عرفتي ديك البصله لداخل تقشر تتقشر فوالا. هادشي في عمرك 23 عام. اه ومغربيه بصح. المجتمع اللي بغاها هكا ماشي المجتمع الفوق، ما تهضروا على المجتمع راه مقسم بزاف هادوك الناس. الوغ من ناحيه هاد الحمقه باقا نعقل كانوا تيقولوا عليا واحد الخليه. خليه كاع مجموعه من من الجاهلين ومن حساد عطاهم مرض الله يزيدهم مرض في قلوبهم. الوغ سين انا ما تعرفهاش، انا عمرني ما كان عندي الحسد ولا الله يزيد الله يكمل الله ما عنديش مشكل. ممكن تجيني الغيره ونقول خصني ندير بحالها ونمشي نخدم ماشي نبقى مقابله. انا راه كنت في ليكول تيقولوا في البكالوريا والله ما شديت انا كاع ديك البكالوريا رضواني شدوها هما ومشي لفرنسا داني بابا. وبالتواضع حنا مع عائلتنا شرفة تيقول لك الا مشيتي فرنسا جيتي قول لهم انا كنت غير في كازا. تنجي تنقول لهم انا هذيك 3 موا 4 موا كنت غير هنا. متواضعة هادشي متواضعة الله رفع هادشي غا متواضعة رفعني الله والحمد لله رفعني الله. شريتي فيلا ب 300 مليون والو انا باقا باقا كيفاش فيلا والو واش منيتك عندك فيلا ب 300 مليون؟ يلاه مرحبا بك. درتيها بالغنى؟ لا 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 درتها قلت لك بخدمتي بتمارتي ولكن عاونتني ماما ماشي كلها نو عاونتني ماشي كلها نو 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 هادشي بالشطيح في لي كاباغي نو ماشي في دي كاباغي. اه الوغ في نظرك اشنو من تقول دي كاباغي يعني شويه عندنا حنا في المغرب عندنا الكاباري راه عارفين شنو هو الكاباري الاخت ابتسام. الو هادوك اللي تيجيو شكون اللي تيكونوا حاضرين في الكباري شكون هما السرده؟ ما عرفتش ما كنمشيش الاخت محامين مهندسين سيكوريتي في البوليس هذا مينيتير هذا كونونير تيجي تيفوج تيسمع موسيقى تيجلس ماشي ضروري شي غرض اخر من غير هذاك الغرض يسمع موسيقى يتحاور مع الناس. اييه كيتحاوروا في الكباري. انا مغنيه تما قبلوها ولا ما قبلوهاش انا من تما انا تنعيش حياتي من برا. واش انا نسمع اليوم نحضر راسي ونتكمش عايجي شي واحد من هادو اللي قال هاد الهضره عايدق علي الدار من كون انا مريضه ويعطيني الدواء ولا انا من كون باغا شي حاجه نشريها اوريجينال عشق السنسله الذهب عشق التليفون جديد غادي ندق؟ لا ما غندقيش فلوسك. افوالا شي صعيب. ونعاود نرجع نقول لك الفيديو اللي درتي شحال شافو من واحد؟ دابا 2 مليون 2 مليون والو والو. شحال بغيتي توصلي بالسلامة؟ هذاك الفيديو غير اماتور. اها ماشي بروفيسيونيل ولكن انا اللي كاتبه وانا اللي مخرجه. وشنو هي هذيك الاغنية هذيك شنو هي؟ داي سام تو داي ذيس از ماي لايف. فعلا ايوا يوم تيشبهي وحياتي هادي وني تشرحوها تبارك الله عليهم بغيت نعرف غير شكون يشرحها. وعطوني الفيزا والباسبور يعني غنيت لهم اغنيه مغربيه وثقافه شعبيه مشيت كتبتها ولحنتها وديتها. لا لا هذا الكليب الاول او ما سمي الكليب اللي قلتي هذه الكلمات دابا فيه شنو هو داك الشيء؟ يوم تيشبه يوم. يوم تيشبه يوم حياتي هذه ترجمتيها؟ داي سام تو داي ذيس ماي لايف لونجلي اللغه ديالي. واش يوم يشبه يوم هي ديال ستاتي ولا ديال من؟ ديال الداودي. ديال الداودي؟ وي. وانت ترجمتيها بالانجليزيه؟ وي. وزدت عليها شي حاجه ديالي وزدت عليها في الاخر عطاوني الفيزا والباسبور ديال ستاتي. منين جاك هذا الابداع كله؟ الحمد لله اللي كيكون في علمك انا تنكتب دي سيناريو او كل ما درت هكاك ما عادش توصل لهاد المعلومه. دي سيناريو كاع؟ اه. فين هذا الشيء كيدوز؟ اه دابا انت قربتي يا سي القاضي وعلاش كيفاش هذيك الفيلا تشرات ما يمكنش غير بالغنى حتى بدي سيناريو تنكتبهم وتنبيعهم. لمن؟ قنوات تركيه.
كتكتبي السيناريو للقنوات التركيه. دوماج واش ما استفدتش منها، شفت جيغو عندي الدلائل. واش مسلسلات ولا شنو هما هادشي كتكتبي لهم السيناريو ديالك؟ فيلم سيناريو قدروا يحولوه الى مسلسل، يقدروا يحولوه الى فيلم سينمائي. وشراهم من عندك؟ بيان سور. شحال؟ ماشي بزاف، في نطاق السوق المارشي ديال الابداع وتبيع ان سيناريو عطاوني الربع، هذاك الشيء عطاوه ليا قليل بالنسبه لهذاك الابداع اللي بدات انا وكتبت. واش تلقيتي شي واحد مضروب مخه حتى هو في تركيا شرا معك السيناريو؟ عنده الفلوس ولكن ما عندوش اللي يكتب، انا مسكينه عندي شويه الفلوس وتنكتب. والسيناريو فين داروا؟ بيان سور ترجموا بطريقه اخرى، ترجموا من الدارجه الفرونسي فرونسي التركي، وزاد فيه ونقص فيه وانتمه الى انتمه ليه، ما عنديش سميتي ولا كنيتي لانني باعوا ليا وانا قا عندي نقاط الضعف ديالي. ما الله غالب، حتى والديك ما معاونك، الله غالب اش غادي ندير. ولكن الحمد لله من تناخذ فيه فلوس ونعاود نكتب ونعطيه، ولكن عطيته للي بغيت تانكيت با. عندي دي سيناريو كاتبهم في الدار مخبيهم من هنا للمستقبل ان شاء الله. يا ربي ياك ما في المغرب عاوتاني. ايوا نهار يحن على المغرب راه غادي نديرهم يا ربي امين، يمشيو يقلبوا على شي خدمه ما يبقاوش متابعين. عباد الله ماشي عباد الله، عباد الله. ما تنتعممش انا، ينوضوا ما عندهم ما يديروا، اصلا داروا كفايه، داروا من زمان. هادو راه قريت معاهم ولاد حومتنا انا المدرسه. هما اللي دايرين لك هادشي هما اللي نايضين ضدك زعما. وعلاش ما تقولي زعما انا راه ما راه كانت عده راه كانت كرفص على الفن. راه ناضوا عائلتي انا ما نلمهمش، ولكن باسم المحافظه المغرب راه ما بانش لي المغرب محافظ. واش رمضاني وانا ما بانش لي المغرب انا محافظ بالعقليه ديالي والتفكير ديالي والمبادئ وداك الشيء اللي قريته تنشوف بعينيا. وقسمت ان اقول الحق، نقول ني دابا الحق. هذاك الشيء اللي تيشوف يوميا لا في الجرائد ولا بالصح، كثرت السرقه. واش والنظافه ما كاينش من الايمان، الزبلات في الزنقه والاغتصاب كثير والسرقه كثيره والنميمه والمشعوذين وسير شي فقيه مشعوذين من عاوش لك عباده الشياطين. واو تيحفروا القبور وتيجبدوا انسانه يلاه ماتت وما عرفت اشنو عاوتاني. وما فساد ديال الزينه ما نجبدوش، هذاك عالمي هذاك ما نجبدوش، ولا عادي الله يحسن العوان. البنات تيقلبوا على راسهم بهذا المعنى، علاش ما والدراري ناعسين. وانت تديري الفنانه باش تحل هادشي ولا شنو؟ لا انا ما باش نحلل وما عنديش علاقه في السياسه، غير باش يقيسوا زينه انا نعطيهم نقول لهم تتقولوا محافظه، ما شفتش المحافظه انا اللي تنعرف. شي اوزي بزاف عندك اسي، اون بلوس ماشي حتى شي حاجه ارتستيك، ما فيهاش الذوق الفني. هذاك شي فيلغار شويه. وراه هذاك الشيء اللي بغات الوقت خصنا نادابتيو. ادابتي بشي حاجه فيلغار هذيك زعما. الماكياج والتهجاج والشطيح وهادشي اللي عطا الله. والله ما عبر عليك مول الكاسكيطه، سمعتي اش قال عليك؟ الله يهديك مول الكاسكيطه، اصلا الكلمات اللي تيديروا والله الا ما تسبيش عندي انا في الراديو. ما عاد نسبش انا اصلا، ما تنسبش اصلا هكو. انا مقرصه لي دارنا. انا عطيب، انا عطيب ماشي غير هو وما عاد دابا هو داك شنو شي يقلب هو باش انا نتجاوب معاه. ما نوصلش انا داك المستوى باش نعطيه وقت اسيدي، غير الله يسهل. لكن تتسب سينا وتوصل على دارها الله يربح. خذ راحتك، خذ راحتك. ولكن ماشيش عنده الحق زعما، راه برد الغدايد لشحال من واحد. اعوذ بالله. باطمه كاع مسكينه عندها الصوت والصلاه واش داروا عليها. صحفيات عندنا تبارك الله خدامين وما عندهمش الوقت حتى يصايبوا حواجبهم وتيسبوهم ممثلات. الوغ انا من تنشوفهم سبوا ناس قبل مني ما يوصلوش ليهم، ما يوصلوش ليهم وسبوهم وشمتموهم وداروا كاع فيديوهات في اليوتيوب. الو ما عصاك سينا، سينا اللي منهم جايه منهم، انا ما جيتش من بنت من التلفازه انا ولا من دوزيم ولا برنامج اللي يعني يدير لي القيمه وما نعاودش لك ساهله. واش كتعتبري راسك نجمه؟ واه عندي كاع الحمد لله هذاك الشيء ديال مقاييس ستار ربي. والله والله شاهد والله العظيم. اما انت ما عندك عقل، اما انا ما عندي عقل، جوج الحوايج. فوالا ما انت ما استوعبتيش واقيلا، كيفاش غادي تستوعب؟ نجمه ولا كيتفرجوا فيك في يوتيوب باش كيضحكوا الناس؟
ما كتقوليش مع راسك يضحكوا عليا؟ تضحكوا على ريوسهم، اجدهم اصلا يشوفوا اليوتيوب راه عالم، علاش ما نمشيش ونقلب شي حاجه اللي بغيتها؟ اصلا هما بكثرة ما تشوفوا الا شي حاجه عاجبهم ضروري. شي حاجه عاجبهم، ماش عاجبهم في نظر صوت الكلمات ستيل جديد ما كاينش، انا عاجبهم انا رقصي تعبيري. رقصي تعبيري اه. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم لا نسالك رد القضاء وانما نسالك اللطف فيه. فين باغا توصل يا سينا؟ فين زمان زمان الله قال بغيت نوصل كيفاش فين بغيت نوصل؟ شكون بيني وبينك الله؟ شي نهار تقول لي شي نهار تقول لي اودي اش كنخربق اودي خلي الفن مالي. في نظرك هادي تنخربق معيشاني عاطيني اللي بي انا سيدي، بغيت نمشي لتايلاند بغيت نمشي للبرازيل، انا هادشي يعطيني الفلوس يعطيني طريق زوينه تنتعرف على الناس واعرين. علاش كتدخلي الفلوس هادشي ما فهمتش انا؟ واش اللي تعرف اليوتيوب كيدخل فلوس؟ نو من غير اليوتيوب آه. تنعاود لك على حياتي الحقيقيه، اقسم تن اقول الحق آه. بهذوك لي فيديو اللي شفتو ودوك الاغاني داي سام توداي تنغني انا في فرنسا وفي اسطنبول دي ريستورون تناخذ عليها الدولارات من نيتك. شتوجور تصورتي معلقه قدام الريستورون، واحد بغى يدخل خصو يخلص البي باش يشوف سينا. اون ارتيست ماروكان اغاب وي بيان سيغ، حنا على تنلعبو هنا. اواه تنظن ماشي انا متهمه هنايا، تنظن هذوك اللي جابوني هنا وهذوك اللي قالوا عليا ديك الهضره هما اللي غادي نديرهم متهمين. لا انا راه باقي كنحاول كنزكي دابا يالله ديك الكره، كنحاول نهدي اللعب كيف كيسميوها الناس ديال الكره، باغي غير نفهم ونعاود مره اخرى. الله يحب العبد الملحاح. واش ما مسطياش انت اسينا؟ ماشي كريزي ديال الاخرين، ديالنا اللي كدير بويا عمر. يعني عندي جوادي تيوقفوا معايا مقبوله محبوبه، واش هذه هي مسطيه؟ ما تنكميش ما تنشربش ما تنديرش شي حاجه اللي لا مدمنه. لا اوه استغفرنا نو. شفناك في تصورات واقيلا ولا فيديوهات. لا غلط كبير الا هذه نو. تربيت مزيان وكلت العسى في صغري والقران نو. لا كنت نغني ونشطح ما يحكموش انا على داك المظهر عاوتاني قصوا لك كرامتي. لا 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 ما كديريش الموبقات. نو 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 ما عنديش سنين تيوريك الصوت. لا تدخين والخمر لا، واصلا لعن الله واستقيل ومستقيم اصلا هذوك اللي تيجيو تيقولوا تيضلوا وفي رمضان كاع استغفر الله واكادير وداكشي اللي شفت دابا تيظلموا غير تيظلموا تيكفروا تيسلموا هادو دجالين. حنا في وقت الدجال السي رضواني. دابا انت اش كتهضري واحد اللغه راه ما فهمتوش عربيه شنو هي؟ دجال ما تتعرفش. لا من غير هاد الدجال ومن غير هادي ديال الدجال. اش من لغه؟ انا بوحدي انا ما تيشبهش لي شي حد، انا ما بغيتش شي حد نشبه ليه اسيدي. واش تي كتهضري بحال هكاك؟ انا هكا دايره شتوجور هكا، ما كاينش حاجه محفوظه هكا حتى في الكتاباتي ماشي هكا. تمرت وقريت شي اللي عطى الله زعما في الكتب الفلسفه وغرقت في بحور العلم. او اللي قاري الفلسفه اه بزاف من نيتك حتى هادي والله. راه كتصدميني يا ابتسام اه فيلسوفة مغنيه فيلسوفة. تسليم. تصدمتك. تسليم تسليم. واحد النهار في قبل ما يعرفوك ابتسام ما عرفتش قال لك راسك داك الحماق ديالك. اوه عرفتك اش ركبتي في واحد الموتور. اوه جبت لي الدوسي ديال بصح المهرجان ديال السينما في مراكش العالمي للسينما اييه، ودرتي الفتنه تما وخرجتي تشدوك البوليس وداك الشيء كان. اش قال لك راسك دخلنا عليك بالله؟ راه والله تيما نورمال. نو انا ماشي نورمال هاكاك. انا نعترف بها ماشي نورمال. ها ايوا دابا مزيان دابا عاد انا ما بغيتش نكون انا عاديه. الا كان عندهم هاد الناس هاد القوم تيعتبروا بانهم عاديين، انا ماشي عاديه لان الله قال للعلم درجات، كل واحد عطيه درجه وكل واحد عطيه مستوى كل واحد عطيه نمط الحياة ديال الحياه ديالو. اش داك المهرجان مراكش قال لك راسك؟ وديك الساعه كان في عمرك 20 عام واقيلا، هذه شي 3 سنين دابا. نو 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 كنت صغيره 17 ولا 18 كنت يلاه شديت الباكالوريا ستار دواني وكنت في اوتيس دو ليغ سي تي اف ا وكنت مع المنتخب ديال يوسي كان بيدو المنتخب الوطني ديال المغرب يوسي كان بيدو فنون الحرب. دخلت لهم بالكيمونو اه. اش قال لك راسك؟ اش وهذه النوع فيها ما فيها حتى حاجه، يعني بنت تحب السينما تتعبر كان عندها حلم من كانت طفله تقول لماماها
ماما انا بغيت نبان في الجورنال شي نهار، ماما انا بغيت هذاك رولاندينيو دي كابريو يبان في الصفحه ونبان انا في الصفحه وتحقق الحلم من جات الفرصه سيتو. وفعلا ما جبتش معايا المكازا، انا كاين هنا وكاين هنا، الوغ تحقق هذاك الحلم حتى حاجه ما مستحيله. سبحان الله، نقصك الشهره انت والناس يهضروا عليك. الوغ سيدي انا مشهوره من 2008 يعني ما كانوش يعرفوها، ولكن تسد الموضوع مع عائلتي و والناس المحيطين بيا والامن عرفوا تيتهموني انا متهمه. علاش فوالا ما عنديش انا سوابق ومواطنه صالحه وتنخرج من البلاد لبلاد وتنجي في الوقت ما تنحركش الفيزا ومثلا عنديش شي حد، ولدرجه جابوا الطبيب هذيك الساعه باش يقلب واش كاين شي تخدير، ما كاين لا تخدير لا والو. وهاد المره تشديتي في اكادير؟ نو ما كنتش اصلا في عمرني ما وصلت ليه، كذوب. واه ما يمكنش هاد الصحافه ديما تكذب عليك قالوا ضربوك صحابة باغية تبيع مسكينة، بانت لهم السينا شتات واحد الخلية مجموعة من الشباب اللي فيسبوك اليوتيوب ما تحقروش، الوغ ولاو متابعينها وبيان سور عندي جمهور ديالي الحمد لله نحمد الله ونشكرو، الوغ صافو قالوا هاد السينا نشدو فيها ونقولوا باش يتصنتوا لينا باش يتابعونا، ما كانش كاع اصلا. شدي حيلك شوية ديال الفساد شوية ديال الدعارة، المهم شي حاجة فيها قلة الحياة. قلت الحياة وما قلت الحياة تيكذبوا، الفتنه اشد من القتل. هما والدي انا كاع كنت في فرنسا تيعيطوا تيقولوا واش بصح هادشي بصح، واش انت جيتي للمغرب وحنا ما فرصناش، تنقول لهم لا جاليه المغربيه مظلومه. لا ما مظلومه والو، تنظلم راسي. تظلمي راسك كديري بالعاني واقيلا، يمكن كتخرجي الخبار غلطين باش يهضروا عليك الناس. نو هادي ما قلتهاش انا، لا والله انا ما فيها هادي، لا صدقني. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يصبرنا معك وخلاص، الله يصبرنا معك وخلاص. واحد الصوره مع نبيل بن عبد الله. شكون نبيل بعدا؟ اسمع السيد الامين العام السيد الوزير ديال السكنه نبيل بن عبد الله اللي هو وزير بوغوس. انا لا ابتسام نبيل بن عبد الله واحد الصوره، ومن بعد فاش بان الفيديو ديالك كيسولوه شكون هادي وعلاش صوروك معها و... شكون نبيل بعدا؟ نبيل بن عبد الله وزير. تصورت معاه في قصر المؤتمرات الليله اللي قبل ما ندخل بالموتور، وشجعني وقال لي تكوني فنانه، ومسكين ما قال لي والو، قال لي خذي الطريق الصحيحه وعملي ودابري. وقلت له انا بغيت نولي ستار شي نهار، بغيت نولي مشهوره هذا، وتنشكي عليه بحال مون بيغ. وقلت له ممكن تصور معاك باش تبقى ذكرى وعادي نحافظ عليها، وقال لي اها وتصور معايا. يعني شنو اش دخلوه؟ اش ذنبه؟ ما ذنبه والو، واش شجع شابه باقي ما تعرفهاش، باقي ما عرفش اش يخرج من هذا العجب من عادي تكبر فوالا. هادشي كي كبرتي لا حيت في التصاور كيبان كيجيب الله للناس انك تلصقي في عباد الله، باغا تشهري وصافي هكا تلصق. ممكن انا كل بغيت نتلصق في الناس، راه عندي دي بروديكتور في فرنسا وفي تركيا، راه ما يشوفوني كاع انا جايه مسكينه جايه للمغرب ثاني وتندوز في ديميسيون، راه كل شحال هادي بانت سينا بطريقه زوينه بروفيسيونيل، داكشي اللي تيبغيو المظاهر والفلوس ما نعاودش لك هذاك الشيء كلاس. وعندي الشركه ديالي اللي هي اللي مولاني واللي مزيدان، ولكن مع مسكينه ما تنتلصقش، عندي شويه النفخه عزه النفس شويه النفخه تتعيش. عندك صحابك وصحاباتك؟ واو بزاف، عندي ان كرون كروب تي بو دير حزب في سوريين وفي مصريين وفي تركيين وفي اكراد وفي فرنسيين وفي مغاربه ولاد الجاليه وفي جزائريين، هادو كلهم صحابك انت؟ والمغاربه ولاد البلاد ما عندكش؟ لا مغاربه قلت لك ولاد الجاليه اللي عايشين هنا اللي عندي بزاف، هما اللي معاونوني وتبارك الله في مراكش والله السر دوان، وتشوف اش داروا عليا ما تصدقش ما متيقاش، بكثره الترحاب وبكثره تاخذوا معاك شوهتي بالمدينه كاع فوالا مراكش فين ما خرجت سينا سينا ما سمعتش شي كلمه خايبه، يعني هذوك اللي تيعبروا في الانترنت غير بغى يبينوا ما تنظروش في الانترنت كيشوفوا داك الشيء، اما كيقولوا اللهم ان هذا منكر، هذه الفضيحه هذه اللي بلانا بها الله سبحانه وتعالى ولا رد لقضاء الله. واو كاينين الفضائح كيضحكوا من سينا، اما كيضحكوا على داك الشيء كيقول لك ها نسمى ياش كا خرجوا واتسم واتسم قلبوا على واتسم هما كيقول لك هانتسم لايك واتسم سي با غاف ماشي مشكل ما مسوقاش عجباني، كتبتها ولحنتها وتنغنيها في بلايص اخرين وتناخذ من الفلوس. الفلوس راه هادشي مدخله به فلوس عزيزه عليها، لا حول ولا قوه الا بالله. ما عرفتش شكون اللي حمق، واقيلا دوك اللي كيسمعوك ولا كيتنغموا فوالا. راه قلت لك كاينه واحد المجموعه كبيره ماشي هي طبيعيه ماشي طبيعي سيبل
دونك هادشي اللي بان لي انا، هذا هو التفسير اللي كاين. وكتوجدي شي حاجه جديده؟ وي كاينه ان شاء الله ثلاث راه تلقات واقيلا، درت لها لا بوبليسيتي. اش درتي عاوتاني؟ هاد المره كيسمي كيسمي. اش؟ كيسمي. بوسني بوسني. ما تتعنيش نيت نيت بوسني بوسني. واش كتعني؟ كتعني دانس ويذ مي، هادو اللي تيحرضوا وباغيين يوقفوا سينا مسكينين الله بدات. خرج لهم واحد الاغنيه معاهم تبارك الله تيتخادويو غير تيشرحوا الحاجه بالحاجه، نخليهم هما ونخلي لهم الجدل ونخليهم هما يشرحوها كيشرحوا لي. كتقولي في هذه الاغنيه دخلنا عليك والله، ولا غني ليها لينا شي شويه ولا شي حاجه الله يعطينا ليكسكلوزيفيتي. ندخلها فيها شويه الهاوس شويه الهيب هوب يعني. شاخ زيد قول لينا قول لنا ناصل اذن الى باريس اشك سان ايه او نورسن لطفا بنا او يونورت يعني اثري شرحوها خرجي الجواد ولا شنو هذا؟ شنو هذا الشريف هذا؟ شنو هذا في حدايا ولا فنانه؟ شنو هذا الشيء؟ انا غنيت لك انا دابا. شنو هو شنو هو؟ هذا مقطع من الاغنيه. اش من اللغه هذه؟ فيها الكرديه. اللغه الكرديه؟ ما بين العراق وتركيا. يعني كردستان. هذوك الناس اللي غاضبين باغين ارضهم باغين لاكارت ناسيونال باغهم الناس الاخرين يعترفوا بهم تيهضروا بهذا لاكسون. عاود عاود. لا صافي ولا ترجمي هذا هو تقول لي واش انت يا معايا ترجمي لا هو باغي نفهم خصني نفهم هذا الشيء ناصل اذن الى باريس اش كيف الحصول على اذن الحب وكاينين الناس ما باغينك لا تحبي ولا يخليو لك يحب تخليو الناس يحبوك الوغ شد طريقك بوحدك وخليني في طريقي هادي هي الخلاصه وكنتي تغني بالعربيه وهنينا كاع من الاول وراه انت اغاني مغربيه ما تيسمعوا ما داكشي اللي بغاو عزيز عليهم الحاجه الغربيه عزيز عليهم شي حاجه تتمثل اوروبا وهذا الشيء غديري في شي كليب حتى هو عاوتاني درته في كليب درتيه في كليب صورته شي حاجه خارجه من الحمام عاوتاني ولا تحت المنطقه لا والله في داري في داري هنا دار في الديور في اش من بلاد في مراكش الفيلا اللي عندي مراكش وشي حاجه حتى هي عاوتاني فيها قله الحياه وا قدام ماما انا درت داكشي واحد الشورت نشطح به و... صافي كيتقام عليك رخيص داكشي انت ها الشورت واقيلا البياسات ياك لا خويا تنشرينيت من زارا من جونيفر لابيت اه واخا دير الاشعار واخا واخا لازم داكشي قليل ما قل لا حول ولا قوة الا بالله ابتسام غتخرج علينا هذا النهار والصلاة علاش نخرج عليك السردوة انت اللي عليك تدير وتدير خدمتك تمام مع هذا الشيء اللي علاش فرحتي ما فهمتيش بوا على جاك هذا الشيء غريب يمكن غادي ندير لك عقلك شي شوية فاش تسمعي تصدمي شي شوية فإذا به ما مسوقاش ما لا لا واش ما يمكنش شي واحد من حل عينيه اها هو داك الشيء راه تيقول لك مواهب منين جات من الهيبة تيعطيك الله الصوت يعطي لك الله تيعطيك التعبير الله تيعطيك أكد عندك الصوت تمتي ما نبقاو نعاودوا فيها هذه لا مره مره انا مستعده ندير شي مسابقه على بيتو ومع كاع اللي تيبان لكم شي واحد كاع سابقني تيقول انا قديم في الحرفه من ناحيه الغنى غير ما تنحبش نغني شي حاجه ديال شي حد اخر عليا انا داكشي تغني وتلحني وتكتبي الكلمات ما افتخروش بها كاع ما شافوا غير السلبيات ما شافوش الايجابيات ما حشومه الناس راك عارفه سينا كيقول لك تشوك عيب بالتركية عيب كعيب شنو يعني عيب عيب بزاف تيشوفوا غير السلبيات انت اللي مازال باقي فيك الحال ما بقاش فيه الحال فيه الحال نمشي نجبد واحد الميكرو عندي في الدار واحد الجيتار باش نمشي انا نكاس مع التيت ولا ها نعم واحد البنت قالت لي اش هذاك الشوهه واش داك الشيء اللي درتي ولا 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 عجيب جاوبتها باش جاوبتها قلت لها دابا هذاك الشيء اللي قدامك داك الويسكي وداك الحشيش وداك المخدرات واش ماشي شوهه قالت لك لا لا على الاقل بيني وبين راسي قلت لها الله راه حرم ساقي الخمر لعنك الله اصلا فيها لعنه قلت لها حطيها مع راسك صافي الوغ بارف ما حتى واحد ماشي بارفي بريفيكت واش بغيتو تكون هادي استغفر الله نبيع ولا بريفيكت ما تكمي ما تشرب ما تكذب ما تفسد وما تغني وما تشطح الوغ هادو بيحمقوني انا بصح وراه انت اللي غتحمقي عباد الله وراه تشوف فواغ هادشي اللي بغيت نديرو انايا لا اله الا الله محمد رسول الله عندك شي صحاباتك مطربات فنانات ولا صحاب مطرب شكون شكون الناس شكون الناس اللي كتعرف؟ ماشي باينين خدامين معايا روسيات خدامين مغربيات تيمشيو للخليج تيجيو خدامين في دي كرون ريستورون تيمشيو تبارك الله عليهم كاع القصوره تيغنيو عند الامراء
هادوك ما بغاوش يتشهروا وما عندهم السوق، قالوا لي نضربوا من تحت، هذا هو النفاق. انتي خرجتي ليها بالطيطاي. كاينين بزاف تيقول لك بحال هاد البنت نيت قالت لك راه فيك ديري وديري العجب المتعجب، داك الشيء تحت. قلت انا ما عنديش تحت، تنعوم تحت البحر، تنعوم قدام البحر. واش لا شافني شي باطو تنقول لي ها انا اديني معاك. لا قبل ما ياكلني الحوت. سينا وي واش هذا فن ولا زيد شويه العين حدا قبل من الفاء فن هكاك وهي قالتها جده. قالتها جده. قالت جده عندي اون فيت عندي جده وما جده. مد جده حنا شرفاء ومحافظين لدرجه ما تتصورش، وصرا فعلا ما عندهاش النميمه والكذب ولا دخل شبوقات. كل مهندسين محاميين صافي، انا بوحدي اللي خرجت من الجنب، ولكن حتى انا ماشي ذنبي. معترفه خرجتي من الجنب؟ ها هذه معترفه بها والاعتراف فضيله، وانا اللي خرجت من الجنب ماشي ذنبي. واش مي زعما ما يرفوش عليا لي الغنى واش طيح واش نقتلوني؟ ولكن سينا ما عندكش الامكانيات، علاش تعداي على شي حاجه ما تعرفيش ليها؟ كيفاش الامكانيات؟ نو عطاني الله الصوت والزوين تنقسم لك بالله ما يمكنش. يعني انا في المسيره ديالي كل هذاك الشيء اللي دوزتو الناس في المسيره عاوتاني دايما درتي مسيره عندك كبير. انا عندي عام سي في تخو شارجي السي رضوان، عام عندي انو قريت بنت ومرت في باقي الان تسير تسول وتحقق على، وتبارك الله عندنا المغرب عندنا التبرقيق بزاف، عندك كل واحد في المدرسه من عنده عندك السيره الذاتيه ديالو، هادشي باش يعجبك المغرب يعني عارف يعني على كل شيء. تنقرا في بكالوريا تنوجد ومع الاذاعه الوطنيه كنت في على حساب الداخليه تيدينا الاستاذ الطالبي مع حسن بن منصوري في مدينه مراكش كانيماتريس، وشاركت وهضرت يعني كانت تعجبني حتى انا الصحافه. وفي نفس الوقت خدمت في ماكدو، وفي نفس الوقت يوسي كان بيدو، ماشي عاديه ماشي طبيعيه. انت ماشي طبيعيه. عزيز عليا السرعه. عزيز عليا الحاجه بغيت نديرها دابا. واخا فاش تجيبها في راسك؟ علاش نجيبها في راسي؟ والله علاش نجيبها في راسي؟ وزعما تنعمل بالقدر خير وشر، ما تنادي حد، والهدايه غادي تجيب شويه بشويه. ما شنا نشوفك بالحجاب ولا شي حاجه؟ نو 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 اصلا الحجاب عاد شنو هو التفسير ديالو؟ يا عاوتاني فين مشات ليا؟ شنو هو الحجاب؟ ماشي هو الفولار وهذا والنفاق والشعواده والسير السير بزاف عندنا احترامات السنيين والمتحجبين كاينين واحد الطريفه من هذوك ما هضروش، هذا تنستغرب ما تيشوفوش اصلا، بيمشيو يشوفوا اليوتيوب تيمشيو يديروا شي شيخ تيديروا شي فيلم تيديروا شي قصص الانبياء والرسل، ما عندهمش علاقه ب فيديو اباحي بحالهم هما مشاو قلبوا راه لقاو اباحي. عارفه اباحي؟ والله ما اباحي، غادي تشوف الاباحي هما اللي جايين، ولا حياني الله من بلاد اخرى لا بغاو، ما عنديش المشكل. سيناش علاش معوله؟ قولي لنا علاش معوله؟ معوله نكون انستاغ انترناسيونال. الله 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 الله، لا هاد الاباحي اللي قلتي ناويه ديريها؟ شنو هي؟ نغني في دي فيديو اخرى، نوصل الانوثه، نوصل التعبير، نوصل الصوت الزوين. دخلنا عليك بالله، واش ما تحشمش على راسك سينا؟ علاش ما تحشم على راسي؟ وستري راسك الله يهديك. كيفاش نستر راسي؟ ما فهمتش ستر راسي، علاش نستر راسي؟ وانت في الفيديو تستري راسك، غني شي حاجه ياك صوت. فوالا دابا نسمعك دابا، والله نصيحتك تنوصل، والله تنغني وما عاديش غادي نتستر، ما نبقاش نتعرى. صافي صافي شتو برومي. الله يجازيك بالخير. اش قلنا بين فرنسا وتركيا و اوف اش كديري؟ انا قلت لك اش ندير؟ نعاود فكرني، انا بعض المرات شي حوايج كيدوزوا هكا كنبغي مضيفه خاصه في شي طياره، بغاو مضيفه بغاو سينا تيعيطوا لا تمشي نخدم تناخد لو بري ديالي، ماشي ديما باغ ان كومباني، ماشي سهله. مشيت درت ستاج وامتحان اخر ولا لونك اخرى والتعبير وهذا في لي كاباري غنيتي فقط قر. اها اش درتي اخر من غير الغناء؟ رقصت. شنو هذا الرقص؟ راقصة. شنو هذا الرقص؟ اوريونتال. رقصني يا جدع على واحدة ونص. انا قلت لك الله يخرج العاقبة على خير السيدة. علاش شنو؟ في نظرك يجي وقت لهم مسالين قبهم هذا، ما عنديش علاش نخاف.
ما عندك ليش تخاف، ما هو ما عندك ليش تخافي، ما عندك ليش تحشمي، ما عندك هادشي كامل ما عندك. لا عندي علاش نحشم افعالي من ادي تحت الحمد لله. ما تنظنش انا شي حد كاع بحالي بالقيم اللي عندي والمبادئ والاخلاق والمسيرة اللي كانت مع الناس تجاه الاخرين، شي حد بحالي ما يظلموش. لا اله الا الله محمد. لا جيتي سولت الناس اللي تيعرفوني عن قريب يقول لك ما عرفتيهاش خسرتيها. ماشي خسرتي اي حاجه في الزنقه، ما عمر شي حد قال لك وتي جمعي راسك. امتى، قبل ولا بعد؟ بعد الفيديو الفضيحه. انا قبل كانوا تيقولوا لي جمعي راسك، فاسك بعد قبل من الفيديو كانوا تنكوا عليا عادي. اما قاني طالع لي الدم راه تنجاوبو وتنجيب اللي تيجاوبو، باسكو سينا ماشي تيما مقطعه من الشجره. عندي ميكوزون تبارك الله خليه كبيره تضرب الخلايا. ما عرفتش عندي تلاكسون ديالي هكا هادشي اللي عطا الله. هاد اللغه فين تعلمتيها؟ والله ما فهمتك. لاحظتيها في شكلي هكا، ما فهمتش داكشي. شي حاجه تتوصلك شي حاجه ما تتوصلكش، اسلوب جديد ياك. وما عرفتش في التعبير ولا شنو. لا حول ولا قوة الا بالله، الجمهور هو اللي غادي يحكم. سيدنا ما بقاش لنا الوقت بزاف، غنعطيك ثلاثة ديال التسميات غتكلمي معاهم أو عليهم. نتكلم معاهم؟ ماشي مشكل، مرحبا. هضري معاهم. على راسي الاسم الأول مول الكاسكيطة. بغيتو اللي كان تي لا كان تيسمعني يحاول. هو مسكين ما عندوش الفلوس، ما عندوش غوشارج، قال لك تيمشي للسيبر تيخسر ثلاثة دراهم. ايوا قبح الله الفقر. مون كاسكيطا سير دير شي فيديو حاول تشطح وتغني باش انت تاخذ الفلوس. وكان الفقر ان يكون نكاد كفرة. الوغ اللي عطاني الله ماشي نحسد اللي عطاه الاخر كثر مني، هادشي اللي غادي نقول. مون كاسكيطا شاب مسكين يعني ما نلوموش، هو عنده ما يقول ممكن غير واحد الحاجه هو لاكسون فين ما بان لينا وجو فو هادي داك الكلام ماشي ديال داك لاكسون ديالك انت اللي مقاده. اوف انا ما قلت لا او نو ما قلتها، ما سبيت حد، ما واش خلقت شي حد، خلقت الله. احنا ما اختارناش راسنا. قال لك تيسب لي فمي واش باني ندير عملية تجميل، ما عرفتش. الوغ عطيتها ليه هو مول الكاسكيطة، خليك مول الكاسكيطة عاود تسبني باش يلا توصل لهداك الشيء اللي بغيتي. السمية الثانية هيفاء وهبي. الله الله، نتوما فين ما شفتو تجبدوا شي وحده بانت ممثله مغنيه. هيفاء وهبي، هيفاء وهبي ممثله تبارك الله زوينه وعزيزه عليا، ولكن ما تنقلدهاش. صعيبه عليك بيت؟ لا ما صعيبه والو، شكون قال لك صعيبه عليا؟ ممكن الماده اللي عندها ما عنديش غير الماده. هي زوينه وانا زوينه، عندها زينه وانا عندي زيني، غير هي لبنانيه قاتله وقف مع حزب الله وانا ما لقيتش الزين كيحشم على زينو وسينا غالا دا الله. الوغ حتى هيفاء راه زوينه ما انا ما حشمتش على زينه. ما نعطيوش اسم ثالث، غنقول لك الناس اللي كيسبوك في الفيسبوك واليوتيوب اش تقولي ليهم؟ غنقول ليهم هما الله يهديهم ويسيروا قلبوا على شي حاجه نصيحه من سينا، ضياع الوقت ما تنفع والو. الوغ سينا ما ضيعتش الوقت، كنتو تضيعوا الوقت، انا ما تنضيعش الوقت. الوغ انا ما عاديش نلومكم ولا عادي علاش انا نشكر راسي عليكم. الوغ هاد الناس اصلا سبوا رؤساء، سبوا ناس، هاد الناس طلعت عليهم في كومونتير شفت اسم وحده ما نجبدش اسمها باش نكون عفيفه باش تكون متسامحه. والدين دين اسلام فوالا، هما اللي تيعترفوا بالاسلام وبغاو محافظين اصلا السب والشتم مانعوا سيدي ربي الله باش يطعنوا في الانسان ويقيسوا ليه كرامته واش مسلم واش مسيحي. هذه غلط، ديننا تيحترم جميع الديانات. الوغ هاد الناس بالعكس ماشي تنقول لهم وقفوا سبوا، سبوا زيدوا عبروا، بالعكس داكشي تيعطيني القوه تيعطيني ثقه في النفس غادي نزيد لقدام. ما يمكنش انا كلشي يحبني وما يمكنش كلشي يكرهني، عندي انا الناس دياولي ومحافظه عليهم يعني بلا ما يحاولوا، محافظه عليهم. انا الجروب ديالي الحمد لله، لي فون ديالي المعجبين عندي الحمد لله. عندك المعجبين؟ سبحان الله. عندي وكل واحد واش كيعجبو شتي. هذوك القراب اللي كل واحد الوجه النظر ديالو، كل واحد افكار ديالو، كل واحد كيشوف شي حاجه الوغ من حقهم. تصورت دير الصليب في عنقك
ماشي دابا ماشي دابا، كاينو شي تصاورات في الفيس. وهي عاوتاني جبت لك هذا ماشي صليب. اي بلاتي شنو هذا؟ ايوا حتى هذه قالوا عليها هذا سنيسله سرته من شانيل ذهب تركيا. وجاو طرحوا سؤال قال لك هذه الدوره دوره وجه مريم العذراء. استغفر الله نو غلط كبير يعني تي دجالي. الصليب شنو؟ كاينه ديك التصويره واش ما كاينش شي واحد شي حاجه تياخذ شي انتخيك وتيديرها تيمسلمها تيعجبو؟ الحمد لله ممكن مؤمنه مسلمه خص الحجاب وخص والله ما غنيش تيبينا اهدينا وهديك وليك ان شاء الله امين. كاين شي ما نقولو قبل ما نسدو المحضر ابتسام ليك انت انت انا ساليت الاسئله ديالي شوف واش باقي شي حاجه نسيناها ولا الكلمه الاخيره. تنشكر كاع الناس اللي عاونوني تنشكر استوديو استوديو صافي هذا استوديو طيب طيب اللي تيسجل لي اغاني ديالي. سي دريس الطفل تنعتبرو طفل وتبارك الله عقله كبير. تنشكر كاع الناس اللي وقفوا معايا وباقيين تيوقفوا معايا ومن الشباب كاين تيديروا دي مونتاج عندهم لانستريمون في الموسيقى ديالتهم تبارك الله. تنشكر ماما راه تتسمع فيا اقتنعات ووافقاتني وعارفه بنتها ما عادش تبخلا. تنعتذر من لافامي كل اللي تسمعوني اللي كانوا رباوني وضربوني وقرصوني هادشي اللي عطا الله على ما خرجتش معاهم فوالا نو نو عطاوني شخصيه قويه. هذيك التربيه ما ضاعتش وليت تناخذ الطياره بوحدي نمشي بلاد اخرى ما تنجبد صداع ما تيتشكى مني حد ما جايبه الشبهه. وهذا الشيء اللي انت فيه ما توقفيش منه مازال زايده فيه. انا غادي نزيد نكمل غادي نغني عندي دي فيديو اخرين ان شاء الله ولا بغى الله غادي تشوفوا سينا العود اللي حكرتو يعنيوك. سينا كبنت شابه مغربيه عندها مواهب فريمون ما قاش لي يوقف معانا ما تنطلبش شي حد اللي يوقف معايا ما جايش اللي نطلب ما بيتش سيدي كاع بقاي بوحدي وغادي نوصل غير بوحدي. عزيزه عليا شي حاجه صعيبه السردواني بغيت نوصل بوحدي. واش فيها شي عيب اللي طلبت نكون اون ستار؟ واش فيها شي عيب اللي بغيت ان كوبتيغ ديالي بوحدي نمشي لتايلاند نمشي للبرازيل نمشي لميامي بكوبتيغ بوحدي واحد الطياره نجي لعندكم ميدراديو نقول لكم يلا معايا ما كرهتوش فيها عيب. سينا ابتسام شكرا غنغلقوا المحضر ديالنا ربي يخليك والحكم غادي يكون للمستمعين وجدي راسك حنا جبناك لهنا الوغ انا ما عايشاش هنا ليكون في علمهم كاس يعني بلا ما يعذبوا ريوسهم ولا يضرهم ريوسهم الوغ ما عايشاش هنا وعندي فين عايشه وعندي اقامتي في فرنسا في اسطنبول. انا تنجي للمغربيه انا بنت الجاليه المغربيه اصلا ولاد الجاليه المغربيه عندهم حقوقهم عندنا الامن الوطني عندنا الامن الخاص ما كاينش السيبه في البلاد. الوغ تنجي تنطلع لكم السلام لاباس كي دايرين بخير نشوف العائله نمشيو من حقي لان بلادي سيتو. شكرا لك نقول محضر الحكم للمستمعين كما العاده. شكرا عايده الشرادي في الاخراج كريم نيتسي في التوثيق والتصوير رفعت الجلسه.